معايا نائب محافظ المنوفيه الاستاذ محمد موسى. استاذ محمد مساء الخير. استاذ خالد مساء النور. يعني قول لي ايه اللي عملته محافظه المنوفيه فيما يتعلق بتوفير الاسره لمصابي فيروس كورونا؟ بص خليني الاول استاذ خالد اقول لك انه كنا في احد الاجتماعات من حوالي اسبوعين، وسياده المحافظ ابراهيم ابو ليمون شاف ولاحظ انه بقى في كلام من بعض الناس، طب السراير هتبقى فين؟ طب في سراير ولا مفيش؟ لما ابتدينا ندقق في الامر لقينا انه الناس ممكن احيانا تروح على مستشفى وما تروحش على مستشفى ثانيه. صح. مع انه في مستشفى مليانه بالفعل ما فيهاش سراير فعلا، وفي مستشفيات اخرى مجاوره او قريبه او في مركز ثاني قريب فيها اماكن متوفره. لا معلش قول الحته دي ثاني لو سمحت. يعني مثلا ممكن المستشفى الفلانيه فيها زحمه او مليانه بالفعل ما فيهاش سرير فاضي، لكن في مستشفى تانية فاضي بس ما بيروحلهاش المريض. فاضي وفيها سراير وفيها ملائمه للحاله دي، لكن المريض مش عارفها او مش عارف انها فاضيه، هو عارف ان المستشفى دي من اول الازمه هي اللي فيها كورونا، فبيروح على المستشفى دي بس. فكان مهم جدا فسياده المحافظ قال طب لازم نوجد اليه المواطن يعرف بيها. ازاي المواطن يبقى عارف عشان اوفر وقت واوفر مجهود ونفس التوجيهات سياده الرئيس انه مفيش وقت نهدر موارد. صح. الوقت نفسه كوقت هو مورد. الحاله وهي بتتحرك النص ساعه والساعه والوقت اللي بتتحرك فيه من مكان لو اتحركت مباشره للمكان الصح ده وقت وده مورد مهم وده يقدر يساعد في حفظ حياه الناس. طبعا. اشتغلت على طول اتكونت خليه ازمه واشتغل فيها شباب الحقيقه مثل فريق المراكز التكنولوجيه في المحافظه بالتعاون مع مديريه الصحه، وعملوا مجهود جبار في حوالي 5 ايام. يعني الحاجات اللي حضرتك شفتها ده مجهود الشباب دول خلال 5 ايام ما ناموش. ازاي نقدر نحط سيستم، ازاي نعمل اكواد للسراير، ازاي يبقى عندي جزئين، الجزء الاول بيشوفه المواطن في خريطه تفاعليه لكل مراكز المحافظه اي حد يقدر يدخل عليه، موجود على صفحه المحافظه على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يقدر يضغط على الخريطه التفاعليه على المركز بتاعه يعرف المستشفيات اللي موجوده ايه اللي فيها عزل كورونا، يعرف الاسره اللي فاضيه ايه والاسره اللي مشغوله قد ايه، ولو في سرير يعني فاضي او اتشغل فورا بمجرد ما بيدخل مدخل البيانات في المستشفى السرير حالته ايه بيتغير مباشره على النت اونلاين. تاني يعني هقول تاني، انا في المحافظه بكل مراكزها في عدد المستشفيات اللي عندي، لو انا قاعد في قسم الاستقبال في احد المستشفيات في احد المراكز وسكنت تمام. سرير من العشر سراير اللي عندي يطلع على السيستم فورا ان السرير ده اتشغل، باقي 9 يبقى 9 سراير. عظيم. وفي نفس الوقت في احنا بنعرض اهو نفس الكلام. في صوره ثانيه القائمين على اداره الازمه او اللجنه العليا لاداره الازمه برئاسه سياده المحافظ وعضويه نائب المحافظ ومدير مديريه الصحه بيقدروا يشوفوا كل سرير عليه مين. المريض برقمه القومي بحالته بوسيله الاتصال بتاعته دخل امتى خرج امتى عشان اقدر اعمل تقارير عن معدلات الشفاء وقتها قد ايه. ده شيء عظيم. لو في حاجه في مستشفى طب انا بقى انا ما عنديش انترنت او انا راجل على قدي وموضوع الانترنت ده هيبقى صعب بالنسبه لي. ده يا استاذ خالد كان عندنا بعدين، البعد الاول كان في تكثيف من دوله رئيس الوزراء بتداخل المحافظات كذلك المحافظات، وتم تخصيص رقم ساخن ب 15-335 ده رقم الساخن بتاع محافظه المنوفيه. وفي نفس الوقت النهارده الانترنت او الموبايل بقى موجود لو مش في بيتي في بيت جاري يا استاذ خالد. النهارده بقى اسهل وسيله للتواصل هو ان انا النهارده كان هدفنا يا استاذ خالد انه عم محمد أو ام محمد او اي حد زيه زي اكبر حد. الله عليك. قول الجمله دي تاني معلش يعني عشان الناس اللي بتسمعك اهلنا وناسنا في المنوفيه كلهم يسمعوا، لا غفير ولا وزير. حضرتك على مدار يومين قلت انا ممكن ما بقاش عارف انا شخصيا اروح فين لو صح والله النهارده انا بقول لا انا سين زي صاد، لما بيجي حد يدخل لازم يدخل الرقم القومي. يعني مدخل البيانات اللي في المستشفى بيدخل الرقم القومي. فانا ابقى عارف مين دخل ومين خرج، وبالتالي الموضوع ما يبقاش فيه زي ما بيقولوا ما ينفعش دي حياه ناس، ما ينفعش يبقى فيها وسطه او فيها معارف. طبعا فيها اي واحد كلنا مصريين من اي حته
اي مواطن يقدر يبقى عارف. ما يقدرش يروح النهارده المستشفى وحد يقول له انا ما عنديش مكان. يا سياده النائب ارجوك وجه رساله بيسمعنا دلوقتي المواطنين في المنوفيه، قول لهم هناك فائض في الاسره لمن يعني يحمل فيروس كورونا ويريد دخول المستشفى او حالته تقتضي وفقا لما يقوله الاطباء انه يدخل مستشفى، في فائض في الاسره والمحافظه جاهزه لاستقبال اي حد لا قدر الله يصاب. يا استاذ خالد، اي حد النهارده بيروح لاي مستشفى في محافظه المنوفيه بيتم مناظره حالته طبقا لبروتوكول وزاره الصحه. عظيم. اللي بيخضع للعزل المنزلي بيتم اتخاذ كافه الاجراءات معاه، اللي هيحتاج لا قدر الله حجز في المستشفيات هيلاقي فائض في الاسره وهيلاقي مواقع تقدر تستقبله وهيلاقي الرعايه الكامله. وزي ما حضرتك قلت دي كانت رساله مهمه جدا، لانه ما كانش ينفع الدوله المصريه تبقى بتعمل المجهود ده كله وانه نتيجه انه مع في مثلا في مشكله في ان احنا نوصل للناس الرساله او نوصل للناس الوضع الحقيقي يبقى فيه او يبان الصوره ان فيها قصور. الحقيقه انه النهارده بنقول للناس في اماكن في مواقع، ولو ما فيش هنقول ما فيش، ولو ما فيش هيبقى باين للناس انه ما فيش. عظيم جدا. هل هناك يعني من القطاع الخاص او من جهات اخرى او منظمات مجتمع مدني هل ساهموا معكم في توفير اسره غير اللي الحكومه وفرتها؟ الحقيقه انا بنتهز الفرصه دي يا استاذ خالد لاني محتاج اشكر ناس كتير جدا من جمعيات المجتمع الاهلي، اشكر ناس كتير من مؤسسات المجتمع المدني. الحقيقه قدموا في محافظه المنوفيه مثال رائع. يمكن حضرتك هتلاقي في احد المؤسسات، مش عارف يعني هل ممكن لا اقول اللي انت طالما بيعمل خير احنا كلنا هنسقف له. طيب خليني اقول لحضرتك انه مؤسسه العربي عملت معانا دور كبير جدا في العربي ده. الحاج محمود العربي. الحاج محمود طبعا العربي. طبعا العربي. ومش جديده عليهم يعني، بصراحه هم دايما سباقين بالخير. والحقيقه سياده المحافظ لما افتتح المستشفى اللي عملوها او وفروها لنا في وسنا او المقر العزل اللي عملوه في اشمون كانت حاجه محترمه جدا، وسياده المحافظ قال لهم يعني قدروا يضخوا اكثر من 100 سرير. عظيم عظيم. النهارده برضو عندنا احد رجال الاعمال عمل دور كبير جدا وبيرفع كفاءه احد المستشفيات من 90 سرير ل 200 سرير. يعني هيزود 110. هايل. ده واحنا شغالين ده. غير رجال اعمال تانيين عملوا الحقيقه مجهود كبير جدا وحطوا اجهزه فنتليترز وفي تبرعات باجهزه باسره عنايه، يعني في وحده عنايه 15 سرير و6 فنتليتر اتجهزت وانا بكلم حضرتك خلال العشر ايام اللي فاتوا دول. مفيش كلام، برافو، يعني شغل هايل سواء من المحافظه او من رجال الاعمال وابناء المنوفيه. استاذ محمد بشكرك.